ده ما يعني هل هنالك أي جديد فيما يتعلق بأي إصابات جديدة بفيروس كورونا؟ وماذا عن استراتيجية الحكومة؟ يعني هل هنالك أي أنباء عن إمكانية تمديد إغلاق المدارس والجامعات والهيئات الحكومية إلى ما بعد الشهر الجاري؟ لينا، بالفعل اليوم لم يتم تسجيل أي إصابة داخل المملكة، وإنما تم تسجيل إصابتان على الحدود لسائقي شاحنات من جنسيات عربية، ما يعني بأن هناك انخفاض في أعداد الإصابات في الأردن تدريجياً. لليوم الثاني على التوالي لا نسجل أي إصابات داخل المملكة، ولكن هناك إجراءات جديدة سيتم الإعلان عنها. اليوم تم السماح للمواطنين باستخدام مركباتهم الخاصة على نظام الفردي والزوجي، وكان هناك عدم التزام من المواطنين، لذا فقد أعلن وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة بأنه سيتم إصدار أمر دفاع جديد يتعلق بالعقوبات وتغليظ العقوبات على من يخالف التعليمات الصادرة عن الحكومة الأردنية. سيكون هناك استمرار لإغلاق المدارس والجامعات إلى الفصل الصيفي. سيتم تقديم الامتحانات عبر وسائل الاتصال المرئي. لن يكون هناك عودة للمدارس والجامعات ولمؤسسات القطاع العام حتى بعد عيد الفطر. أما بالنسبة للقطاع الخاص والقطاعات الحيوية فسيكون العمل ب 30% إلى 60% كحد أقصى من نسبة العاملين. الحكومة الأردنية من جهة تحاول تخفيف إجراءات حظر التجول، ومن جهة ثانية فهي تغلظ العقوبة على المواطنين الذين يخالفون التعليمات الصادرة عنها.